باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. الكنيسة رتبت أنه يتقرا الجزء ده في الكتاب المقدس اللي هو مثل الزارع في وقت الزراعة الشتوية اللي يعرفوها الفلاحين كلهم، اللي هو زراعة القمح وخلافه من الحاجات الشتوية. ونلاحظ حتى ان الانجيل ده يتكرر حدين ورا بعض عشان ده مناسب للجو بتاع اليومين دول. المعنى ده هو مثل من الزراعة لكن له معنى روحي. ايه المعنى؟ هو بيقول المثل انه في واحد زارع فلاح خرج عشان يزرع ومعاه حبوب عشان يزرعها. هو ماشي في شوية وقع على الطريق وهو ماشي، فده جات العصافير كلت الحبوب، ما فيش شوية صغيرين وعصافير كلتها. بعد هو ماشي بعد كده في شوية وقعوا في أرض كويسة بس محجرة من برة، شكلها في تربة يعني كويسة لكن قليلة جدا تحتها حجارة. فلما وقع الحبوب دي على الأرض دي نبتت، بس لما بعد شوية جت الجذور تنزل مفيش حجارة، فلما طلعت الشمس النباتات الصغيرة اللي طلعت دي جفت بسرعة وباتت. أما الجزء الثالث وقع في أرض كويسة يعني تربة عميقة وحلوة بس للأسف معاها شوك كتير، فلما نبتت النباتات وكبرت الشوك اللي حولها كبر هو كمان خنقها يعني غطى عليها، لا في عارف شمس تجيلها من فوق ولا تقدر تاخد غذاء من الأرض، اتخنقت وماتت. الجزء الرابع وقع في أرض جيدة، الأرض الجيدة دي كويسة فنبتت وأعطت ثمار حلوة 30 و60 و100. المثل ده قاله المسيح ليه؟ قال انه معناه، قالوا التلاميذ ليه قال مثل؟ قال عشان مش بيقبلوا الناس الكلام، فبيجي لهم احكي لهم حكاية لعلهم يفهموا. في واحد رافض يسمع كلام الله، زي ايه؟ زي مثلا انت قلبك شديد ومش عايز تتوب ولا تمشي مع ربنا، وسمعتي كلام عن التوبة ولا اعترفت ما انا بتوب انا كويس انا قلبي طيب. وبعدين ربنا يدينا مثل ايه؟ حد قريبك قريب منك قوي ويحصل له جنازة وتيجي تحضري بقى لان احنا قريبين من بعض، تقول ياه فجأة حصل كده، ده ايه ده؟ ده مثل، مثل قدام عينينا، هي اتوب بقى، لو ما توبتش فانا مش عايز بقى انا رافض. فالله مضطر يتعامل معانا بأمثال عشان احنا رافضين الكلام المباشر. لو قال لك ربنا توب تقول ليه؟ ما انا كويس. خلاص انت رافض. طب يقول لك طب هتموت، او فلان ده كان فجأة ومات، ايه مستعد؟ تقول لا طب استنوا بقى يمكن ساعتها نفكر نرجع ونتوب. الله احنا بنضطره يستخدم وسائل لعلها احنا نقبلها. فالمثل ده الفلاحين كلهم يعرفوا الزراعة وقال لهم بقى مصر كلهم عبارة عن قائمة، الدنيا في مصر من زمان ولغاية النهاردة على الزراعة، في صناعات في حاجات بس الزراعة ما زالت هي أساسية في حياتنا كمصريين. وبالتالي بيقول لنا طيب اهو واحد فلاح بيزرع، دي احنا فاهمينها دي، ومعه حبوب وبيحطها، بس في اراضي مختلفة، ادى اربع انواع من الاراضي. ايه بقى المقصود؟ ان دي كلمة ربنا اللي ربنا بعتها لنا، اللي هي الحبوب اللي هتزرع، ودي حبوب كويسة وجميلة جدا. الارض هي ايه؟ هي نفوسنا احنا، ما مدى استعدادنا؟ فاول نوع اللي هو الطريق ده يسمع ويتأثر بس ما فيش نص ساعة ساعة ساعتين ثلاثة، بعد كده تيجي العصافير تاكل الحبوب وانتهى الموضوع. ازاي؟ ناس دي حاضرين القداس، الله قداس جميل جدا وتأثر،
بعد نص ساعة ساعة ما خرج يعمل حاجة تانية عكس القداس، يتشاكل مع مين، يفكر في الفلوس وينشغل بيها، يدخل في شهوات أي حاجة. إيه ده؟ الحباية اللي وقعت اتكلت خلاص، القداس اتمحى كأنه ما عملتش حاجة فيه. ليه؟ مش اتناولت؟ وان انا حتى بفتخر ان انا بحضر وبتناول، بس ان ده افتخار باطل، لان ده فيه كبرياء. اما اذا كنت انت متصدع تقول ارحمني يا رب وديني اقضي اليوم ده بشكل حلو، ربنا هيكون معاك. لكن لان فيه كبرياء وقعت بسهولة يعني. فده النوع الاول. النوع الثاني دي احسن بقى ناس. ازاي؟ ده فيه شكل ارض كويس بس تحتيها مستخبي حجارة. فالشكل النباتات طلعت لما وقع الحبوب كبرت، بس التربة صغيرة جدا بعديها حجارة. فالجذور نازلة مش لاقية حتة تروح فين، ده حجارة هتعدي منين يعني. فبالتالي ما عرفتش الجذور تدخل. طلعت الشمس لقت النبات ضعيف قوي وملوش جذور في الأرض، فنشف ومات وخلاص. ده ايه دول؟ دول الناس اللي هم بيتأثروا بكلام ربنا ويقولوا ايوه حلو ونعيش مع ربنا ويطبقوا كلام ربنا، بس في حدود الحياة الطبيعية السهلة. اول ما تيجي حاجة مشكلة، لا مش عايز ربنا ده. الله، ليه؟ ما انت كنت ربنا اللي بيديني حاجات كويسة، لكن يجيب لي ضيقة؟ لا لا، وأقوم وزعق وتزمر إيه ده إيه ده؟ عشان ملوش أصل. أصل يعني ملوش عمق أو ملوش حياة روحية مستمرة مع الله. إنسان العاقل يقول يا رب أنت عارف الخير فين، سمحت لي بتجربة، طب اسندني يا رب. زي بنصلي في أبانا الذي ونقول لا تدخلنا في تجربة، يعني يا ريت بلاش، لكن سمحت بقى نجينا من الشرير. يعني انت اللي تشوفه يا رب، بس نجيني الشرير. الشرير اللي هو الشيطان، نجيني منه. لكن كده كده انا تبع معاك، انت جبت لي تجربة ما جبتش تجربة، انا كده كده معاك. ده اللي له عمق او له علاقة اصلا شهور وسنين طويلة مع ربنا متمسك بيه. فيا ترى انا من نوع ده اللي ابقى ماشي مع ربنا طالما الدنيا سالكة، ولما تيجي تجربة أسيبه؟ دي الأرض التانية. الأرض التالتة، لا دي أرض كويسة، طب الحمد لله لها عمق، تربة عميقة وكويسة وتطلع نباتات حلوة جدا، وبعدين الحبوب نزلت، طب كويس. للأسف كان حواليها في بذور بتاعة أشواك، فدي النباتات بتكبر والشوك بيكبر، شوك مالي الأرض. فالنباتات تكبر والشوك حواليها يخنقها، يغطي عليه عشان الشمس ما تجيش عليه، والجذور تنزل يلاقي الشوك برضو جوه تحت في الأرض، يخنقها من تحت ومن فوق، يقوم في الآخر يبقى برضو النبات مات. إيه الشوك ده؟ دي هموم العالم بقى وإغراءات العالم ومشاكل العالم. ده شوك، ده حد يعمل كده؟ ما أصل بحب الحاجات دي، انا متعلق بالحاجات دي، بالفرجة، بالكلام، بتصرفات معينة، حاجات لا تناسب الانسان الروحي اللي مع ربنا، بس انت متعلق بيه خلاص. يبقى طبعا في الاخر النبات هيتخنق، انت حياتك الروحية هتروح، لان انت عايز تخلط ما بين ربنا وشهوات العالم. مش هينفع، مش هينفع. اختار حاجة، يا تعبده يا الله يا المال، ما ينفعش الحاجتين. طول ما انت او انت متعلق بالفلوس او شهوات او اي ارتباطات خاصة، مش هتقدر تمشي، هتتخنق الدنيا في الاخر، وهتسيب ربنا، ان قلبك مش مستقيم. مش كده ربنا قال تحب الرب لك من كل قلبك؟ اللي مش من كل قلب خلاص قلبه حتة تاني، قلبه مشغول بشيء اخر. ده الصنف الثالث. صنف الرابع، أرض جيدة، دي كويسة، لا حجر ولا هي طريق ناشف كده ولا هو شوك، لا لا كويس. فدي نباتات نزلت، الجذور دخلت تحت والنبات كبر وجاب ثمار وبقت حلوة خالص خالص. دي بقى إيه؟
الناس المتجاوبة مع ربنا. إذن الكلام بتاع المسيح المثل كله بيقول هل أنت وهل أنت تتجاوب مع كلام الله؟ أديك بتسمع كلام الله الوقت وقبل كده، هل أنت بتستفيد؟ أنت قريت الإنجيل وأنت قريت الإنجيل استفدنا؟ ولا يعني مجرد نعرف معلومات ونحل مسابقات وخلاص؟ لا، الموضوع مش معلومات، الموضوع تجاوب، تجاوب أعيش أنفذ يحفظ كلام الله. إيه بقى الأرض جيدة ده؟ بيسمعوا كلام ويحفظوا كلام ربنا في قلبهم، يعني يطبقوا ويعيشوا به. دول بقى المتجاوبين. فالسؤال أصبح دلوقتي صريح جدا ليا وليكم جميعا، إلى أي مدى نتجاوب مع كلام الله؟ الله باصص وشايف كل حاجة، سمعنا الوقت وشايفك على طول، مفيش حاجة مستخبية، عارف أفكارك دي ربنا شايف، عارف مشاعر قلبك ربنا شايف. محدش طبعا يشوف كلام ده غير ربنا، ولا إنسان ولا ملاك ولا الشيطان، اللي يعرف ربنا. فأنت يا ترى وانت بتسمع كلام الله بتقبله وبتحاول فعلا تنفذه، ولا اهو مجرد معلومات وخلاص؟ يعني ميزة صحيح انك بتيجي كنيسة بس كويس، بعدين طلعنا بايه؟ خدنا بايه؟ ما خدناش حاجة، لا يبقى ما استفدناش. الله مطول باله بيساعدنا نيجي الحضار القداسات والاجتماعات وكل حاجة ونقرأ الانجيل كويس، بس ده تأثيره ايه؟ هل انا احاول؟ طب انا بغلط؟ لا مش مهم مادام بقوم، يعني انا مش عايز افضل في الغلط، بس المهم ان انا لما بقع بقوم بحاول. المشكله في جوايا عايز ولا لا، وفي شوك كتير ممكن يكون موجود، الكبرياء شوك، شهوه، اي شهوه زي الفلوس شوك، اشواك كثيره جدا. انا عايز ايه؟ عايز ربنا ولا مش عايزه؟ السؤال واضح ليا وليكم. واللي بيحاول يتجاوب ثقوا مهما كان ضعفي الله هيسندني، لكن مش بتحاولي او مش بتحاول يبقى طبعا لا، انت دماغك ناشفة وعمال تبرر غلطك يبقى طبعا مفيش فايدة، انت اللي رافض. لكن طالما انت تتوب وتحاول ثقوا ان الله يفرح بينا ويكمل عمله فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، امين.